لا صوت يعلو على أصوات الشباب الغاضبين في قبيلة الحويطات أو في محافظة معان كلما تحدث وجهاء العشائر في جنوب الأردن عن رغبتهم في طي ملف المشاجرة الجامعية. عشائر الحويطات وافقت على منح المسؤولين مهلة 10 أيام لإتاحة الفرصة لكشف أسماء الضالعين في عمليات القتل والإصابات، وتعهدوا بالكف عن إغلاق الطريق الدولي خلال هذه المدة. ولكن بعد 10 أيام سيكون هناك تصعيد مهما كانت الأمور. عشائر الحويطات طالبوا أيضا وجهاء العشائر بمخاطبة الحكومة للإفراج عن أبنائهم بأسرع وقت ممكن. في معان الاحتقان كان سيد الموقف كذلك رغم مظاهر الهدوء والمرونة البادية، إذ وافق أقارب المتوفي على منح شهر كمهلة لنفس الغاية، وتعهدوا بعدم إثارة أعمال الشغب شريطة ألا يعود أبناء عشائر الحويطات لعرقلة الطرق المؤدية لمساكنهم. للأسف الشديد احنا اصبحنا الان نخاف على ابنائنا لما يروحوا على الجامعات، ها بدل ما يجيب شهادة العلم يجيب شهادة الوفاة. رغم توتر اطراف المعادلة وخطورة المشهد الا ان الطرفين التقيا في مساحة مشتركة لعلها تكون بمثابة بارقة امل في افق حل هذه الازمة، وتتمثل المساحة المشتركة في رغبة الطرفين في الكشف عن اسماء المتسببين عن المشاجرة الجامعية. اياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، معنا.